الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا، الحمد لله ودائما وابدا يا الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اهلا وسهلا بكم مشتركين قناتي ومشاهدين قناتي، قناة نفيد ونستفيد. محمود واد اليوم يحييكم من جديد، وموضوع وإطلالة جديدة في عالم البج وطيور الزينة وتربية العصافير. اليوم إخواني أنا سأناقش موضوع بناء على طلب مشترك لدي في قناتي، وهو حول الخضروات والفواكه المخصصة لطيور البج والغندور والكوكتيل بشكل عام. يعني طبيعي يا إخوان، هذه الطيور دائما تعتمد على الفيتامينات، والفيتامينات أيضا ليست كيميائية، هي الفيتامينات تتكون وتتمحور في الفاكهة وفي الخضروات. يعني أنا دائما أنصح أن نعتمد بالدرجة الأولى على هذه الخضار وهذه الفاكهة، لأنها مفيدة جدا جدا، وتعمل على تقوية الطيور وسد الحاجة لها في نقص فيتامين ما. أيضا إخواني سأصنف اليوم أنواع الخضار التي نستخدمها لطيور البادجي، وهي مخصصة كالآتي. أولا دعوني أعرفكم على الجرجير وقيمته وفائدته. الجرجير مفيد جدا لطائر البادجي، من حيث أنه يعمل على أول شيء هي تقوية أحباله الصوتية. ثاني شيء يعني يستخدم الجرجير لطيور البادجي أيضا للتقوية، ويستخدم أيضا جنسيا، يعني يقوي جنسيا، لأنه يستخدم مادة أو بروتين مادة الإفراز الجنسي لدى الذكور، هو مقوي ومنشط للمعدة أيضا، ويعمل على تقوية الطائر جنسيا. يعني أول عنصر هو الجرجير. الجرجير مهم جدا وضعه لطيور البادجي. يقوم المربي عادة بغسله جيدا، لأن الجرجير دائما يكون نبات أرضي زاحف، يعني يرش بالكيماويات. يجب التأكد من غسله جيدا، لأنه يحمل بعض الأسمدة وبعض الكيماويات أو بقايا التي تنجم عن زراعته. نقوم فورا بغسله جيدا وتنشيفه، ومن ثم نحدد عدد الطيور لدينا، إن كان طائر طائرين نوضع بالكمية المطلوبة المترتبة أو المناسبة لزوجين أو لطائرين، أي لا نزيد عن 4 أوراق أو 5. يعني يتم تعليقها داخل القفص، ويقضم إليها الطائر ويأكلها بكل وضوح. أول شيء تكلمنا عن الجرجير وفوائده، من ثم أخي من النباتات المفضلة لطيور البادجي الخس. طبيعي الخس هو من المنشط للمعدة، يعمل على أيضا زيادة نسبة التغريد لدى الذكور، الأحبال الصوتية عفوا، تقوى تنشيط المعدة، تمرينها، يعني تكون المعدة في وضع انسيابي، يعني لا يحدث تعسر للطيور. وهو كمان ملطف في فصل الصيف، هو يستخدم في فصل الصيف كتبريد دم الطائر، يعني يعمل على تبريد دم الطائر، وهو منشط كما قلت لكم كغيره كالجرجير للجنس في مسألة الذكور، منشط جنسي قوي. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من الخضروات أيضا يستخدم، يمكنك استخدام النعنع. طبيعي بعض المربين يذكر بأن طائره لا يأكل النعنع، هذا لأن هذا الطائر لم يتعود عليه منذ كان فرخ. فالنعنع منشط وقاتل بكتيريا فعلي، ومنشط للمعدة، ومنشط جنسي قوي، يعني يوضع لطيور البادجي عادي جدا. هو بالبداية لم يتعرف عليه، نظر لأنه لم يتعود عليه منذ أن كان فرخا، أنت بإمكانك تعويد هذا الطائر عليه من خلال وضع قليل، يعني كمية قليلة، ورقة ورقتين، إلى أن يتم التعود عليه من قبل الطائر. بعد أن يكون الطائر قد حدد مذاقه
أو كانت النكهة موجودة، بعدها يدخل الطائر تدريجيا في أكله والتعود عليه. إذن الثالث أنا حكيت من خطوات الجرجية. النوع الرابع الخيار. طبيعي الخيار مفيد جدا جدا لما يحمله من فائدة، وهي كالآتي: هو كمان منشط للمعدة، وأنا أنصح به دائما وأكثر شيء في فصل الصيف. لماذا؟ لأن الخيار يدخل من ضمن العوامل التي تعمل على خفض حرارة جسم الطيور، خصوصا البادجي، لأن البادجي في الصيف يكون من دول الدم الحامي أو الحار، فالخيار يعمل على تهدئة وانخفاض والتقليل من ارتفاع حرارة جسم الطيور وتبريدها. يعني الخيار مهم جدا لأنه يعمل على تخفيض حرارة جسم طيور البادجي. وعند وضعه أنا أنصح بأن لا نكتر، لأن كتر الخيار لا يكون في صالح المربي، لأنه يعمل على فرض الإسهال، يعني وجود مرض الإسهال. لذلك نحدد عدد الطيور كما أسلفت، ونعمل على بناء على عدد الطيور التي بحوزتنا، يعني نقيم بناء على عدد الطيور. إن كان لدينا زوجين نحضر الخيار ونقسمها نصفين، النصف نضعه للطيور ونصف نأكله، يعني ما نزيد عن نصف لطائرين، يعني نقوم بنقره شيئا بعد شيء تلو شيء، يعني شيء خفيف. وهو مهم دائما في فترة الصيف وخصوصا فترة الظهور، يعني هو مهم جدا لأن حرارة الجو تكون مرتفعة ويعمل على تخفيض حرارة جسم الطائر. هذا بالنسبة للخيار. وأخواني، يعني هذه يعني لمحة عن النباتات. نتكلم اليوم إخواني بعد النباتات عن الفواكه، عن الفيتامينات. يعني طبيعي يا إخوان أنا أتكلم عن النوع الأول وهو التفاح. التفاح يا إخوان فائدته كبيرة لطيور البرجي، هو نكهة مخصصة مرغوبة جدا جدا لكثير من طيور البرجي، وأيضا منشط معدة قوي وفعال، ويعمل على تقوية ذاكرتها. حتى التفاح يعمل على تقوية الذاكرة لدى طيور البادجي، يعمل على التنظيف وبناء الحيوية والهيكلية، يعني هو يساند بالدرجة الأولى للتفاح على بناء جسم الطائر ونموه وامتلاء جسده، يعني تكون شديد ومروته قوية. التفاح يقدم يا أخوان حسب العدد كما أسلفت. إن كان لدينا مثلا 2 من البادجي، نقوم بوضع ربع تفاحة، يعني نقوم بقسمها ووضعها للطائر. هو من يعتمد بالدرجة الأولى على أكلها يقوم بقدمها مرة تلو المرة. هذا بالنسبة للتفاح. النوع الآخر هو كمان الموز يا إخوان. الموز فيه فيتامين البوتاسيوم. طبيعي الموز مفيد لطيور البادجي، ولكن أنا لا أنصح أن يكون كثيرا. هو مفيد ومنشط جنسي أيضا ويساعد في الذاكرة. نقوم بوضع نصف موزة إذا كان لدينا زوج، وحسب عدد طيورنا نبني عليها. يعني ثالث شيء إخوان النجاص. النجاص هو فاكهة معروفة في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي كل الدول. النجاص هو قليل الماء، هو يشبه التفاح تماما. نقوم بقدمه من النصف ليأكل اللب الطائر. يعني عند تقديمه نقدمه بعيار معين، يعني نحدد العدد أن لا يزيد عن النصف إن كان لدينا 2 يعني من الطيور. هو مفيد وعامل حيوي ومنشط جنسي أيضا لطيور البادجي، يعني أنا أنصحكم به. هذا بالنسبة للنجاس. النوع الثالث أيضا البرقوق يا إخوان. البرقوق يأكله الطائر ويعتمد بالدرجة الأولى عليه. أنا أنصح بوضعه دائما البرقوق إن كان متوفر لديكم. رابع شيء إخواني، رابع شيء يا إخوان أنا بعتذر للانقطاع، نكمل حديثنا. رابع شيء وهو فاكهة الشمام. في أستراليا تعتمد طيور البادج دائما على عشبة أو على زهر أو على نبتة، آسف، فاكهة الشمام تكون مزروعة للمزارعين الأستراليين. تقوم أسراب من البادج بمهاجمتها ونقلها لأنها لذيذة، لذيذة الطعم ومنشطة، لها حيوية، ترغبها كثيرا هذه الطيور، تحبها كثيرا وتعتمد عليها بالدرجة الأولى. بالنسبة إخواني للنوع الخامس،
النوع الخامس يا إخواني هو كمان أيضا الجزر، هو من ضمن النباتات سأعود إليه. الجزر يا إخوان لو قمت ببشره متوسط الحجم وتقديمه للطيور هو مرغوب جدا لطيور البادجة، تأكله وتتعامل معه بسهولة وتحبه وأكلة لذيذة وتبني جسمانيته بقوة، ومرغوب من قبل هذه الطيور بالنسبة للجزر. وأيضا يا إخوان أنا سأعود للنباتات يا إخوان، وهناك نبتة البندورة اللي هو الطماطم. الطماطم يا إخوان تساعد وتعمل بالدرجة الأولى على تقوية دم الطائر، أي أن الطائر يرغبها، وإن لم يكن يرغبها نريد منكم أن تقربوها إليه وأن تعودوا عليها. لو أتينا بحبة من الطماطم وقسمناها نصفين نقوم بوضع النصف لهذه الطيور تكون على لب مقلوب، يعني يأكل من اللب ولا تكون مقلوبة على بطنها، تكون مرتفعة أي أن اللب في الواجهة، ونقدمها لهذه الطيور لأن طيور البادجي تحتاج لتقوية دمائها، فهو فيه فيتامين تقوية الدماء من خلال الطماطم، مهم جدا جدا يعني انه انت تطعميها الطماطم. يعني هذا بالنسبة ايضا للطماطم، هذا انا اردت جزئيا اوضحها. ما عدا ذلك يا اخوان انت الشيء الاخر يعني كلكم تعلمونه هو العسل مع الماء طبيعي، يعني لو يوم في الاسبوع. يعني انا اريد من الجميع من شاهد هذا الفيديو، انا وضحت لكم جميع النباتات وجميع الفاكهة المستخدمة، ان اردت ان تجدولوا جدولوا على ورقة بحيث الا نزيد، يعني كل يوم نوع معين، انا لا اريد الاختلاط ولا اريد الا التجديد. يعني انا اريد منك ان تخصص 3 ايام نباتات او 3 ايام فاكهة و 3 ايام نباتات، بحيث ان لا يكون الجدول متداخل في بعضه، وذلك لعدا لتجنب اعراض مثل السال وما شابه. اريد منك ان تجدول هذه الاشياء هي يوم بعد يوم، يعني اريد يوم بعد يوم ابني على هذه المعلومات. هذه ملاحظة مهمة، ان تكون مجدول جميع ما انا ذكرته، ان تجدوله في ورقة وتعمل على ان يكون راحة يوم ويوم نوع اخر، يعني فاكهة يوم بعد يومين نحط نبات، هكذا يا اخوان، بالاضافة الى الاكل الاساسي اللي هو الحبوب. هذه العوامل يا اخوان وهذه النباتات وهذه الفواكه وهذه تعمل على سد حاجة الطيور للفيتامينات، ونعتمد بالدرجة الأولى على الأشياء الطبيعية التي لا تعود بالضرر على طيورنا، ومتجنبين فيها كل أنواع الأدوية التي تعود بأعراض لا قدر الله سلبية تغنيكم عن الأدوية. دائما الشيء الطبيعي مفيد ومهم لطيورنا ولبقايا ولصحة أفضل يعني بكثير. في النهاية أسأل الله دائما التوفيق للجميع، انا انتظر اي سؤال حول هذا الموضوع اسفل الفيديو، يعني انتظر ردودكم. من لديه استفسار او اقتراح او اي شيء مستقبلي او اي معلومة حابب يوضحها للجميع وليس لي انا شخصيا، عليه التعليق، وانتظر الردود دائما اسفل الفيديو في صندوق التعليقات. من يريد التواصل معي بشكل مباشر إن لم أكن موجود على القناة في وقتها، رقم الواتس أب موجود في صندوق الوصف، بالإضافة إلى رابط الصفحة على الفيسبوك موجود أيضا بجانبه في صندوق الوصف أسفل كل فيديو. في النهاية تمنياتي للجميع بالخير وتربية سليمة للجميع، وأسأل الله دائما التوفيق. أخوكم ومحبكم محمود وادي من فلسطين، قناة نفيد ونستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.